فأنا في رأيي إن على القوى الوطنية إنها تتحد فيما بعضها حتى ولو كانت شرازم، وتحمي الدولة المصرية المدنية. ده المطلب الرئيسي. مصر أم كلثوم، مصر سيد درويش، يا مصر عملت مجدها بإيه؟ الجيش المصري عمره ما غزا دولة. الجيش اللي بيتشتم دلوقتي علنا، أنا صحيت يوم الجمعة الصبح فاستمعت إلى سباب قادم من ميدان التحرير المختطف، يعني تشيب الطفل، موجهة ضد الجيش المصري. طب أنا عايز أسأل سؤال، هطلب إزاي من ضابط شاب إنه يروح يستشهد عشان بلد هو بيتسب فيها؟ محدش فكر في كده، سواء من الشباب اللي بيشتموا الجيش أو من المحرضين الآخرين على في ينقد المجلس العسكري كسياسة. لكن يعني ما جرى في الفترة الأخيرة أنا بنبه لخطورته، وأتمنى عودة الجيش المصري بسرعة إلى سكناته. يعني يحمي الدولة المدنية، لكن يتنبه قادته الآن إلى المخاطر التي تتهددهم من الداخل، وأصعب خطر ما يمكن أن يأتي من الداخل، لأنه مش متشاف. أما عن الثقافة المصرية، فإذا استمر البرلمان بتاع الدكتور الكتاتني ومجلس شورى الدكتور أحمد فهمي صهر السيد الرئيس، وإذا استمرت الإجراءات والقوانين التي كانت تعد، فلننسى جميعا الثقافة المصرية إلى مدى لا يعلمه إلا الله. أستاذنا الكبير أستاذ جمال الغيطاني، الحديث معك يعني الحقيقة. أنا اسمحي لي قبل ما نختم، شاعرنا العبقري، وأنا عارف حضرتك بتحبيها قد إيه، عبد الرحمن الأبنودي، ده من أجمل الخال. ربنا يشفيه، ربنا يديله الصحة. هذا الديوان طبع في بيروت في أول السبعينات، وكان المشروع الممنوع. المشروع والممنوع. نعم، أنا هقرا جزء من قصيدة صغيرة اسمها سوق العصر. هو كتبها في هجاء يعني مع بداية سياسة الانفتاح الاقتصادي في زمن الرئيس السادات. شوفي حضرتك. وداع، هو كاتب واو ده الألف نقط كتير عين. وداع زي حاد الجمال كده اللي هتسرح في الهو في وداع يا أرض الوطن تحت الطوفان، لأني ناوي أغرق مع الغرقان، لأني ناوي أفجر مع الغلبان، وأبحث عن الإنسان في قلمي وفي صوتي، وهفضل أقول الحق حتى ولو كان ده سبب موتي. شكرك، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. شكرا. وهفضل أقول الحق حتى. بالمناسبة أنا بتكلم في البيت صعيدي زي عبد الرحمن. والله يعني طبعا حضرتك يعني مش بفتعلها. طب ليه ما بتتكلمش معانا صعيدي؟ يعني أنا خدت على الإزدواجية لأني اتربيت في القاهرة. أيوه. إنما لو أخويا اتصل بيا دلوقتي هتلاقيني قلقت على طول. قلقت معايا صعيدي. طبعا. ربنا يسترها. ودايما في يعني أنا عندي كده إيمان. أنا هقول لحضرتك حاجة. أيوه. المصريين مفيش شخص من آل البيت. أيوه. إلا ما له ضريح في مصر. الله. حتى لو كان ما دخلهاش بجسمه. يعني بعمليا السيدة رقية ما جاتش، لكن ليها ضريح جنب جامع ابن طولون. السيدة سكينة بنت الحسين نفس الشيء. يعني زي ما تقولي صعبان على المصريين إن عيلة الرسول عليه الصلاة والسلام يبقوا بره. فاخترعوا إيه؟ شوف العبقرية. مشاهد الرؤية. إيه هي مشاهد الرؤية؟ إن بيجي راجل صالح، شرط لازم يكون صالح والناس بتصدقه. خدي بالك وحط 10 خطوط إن الناس بتصدقه. وإحساس الناس زي ما قلت لحضرتك لا يكذب. يعني امبارح أنا كنت بتصور لو الظروف عادية
كان هيبقى فرح تاريخي. اول رئيس بننتخبه، حد كان يحلم بكده؟ لكن الناس حاسه ان في شيء غير مطمئن، عشان كده الفرحه ما كانتش كامله. المهم نعود الى مشاهد الرؤيه. فيجي الراجل الصالح ده يطلع للسلطان في القلعه، يقول له انا شفت في الحلم الرسول عليه الصلاه والسلام جالي ولابس ابيض في ابيض، وطلب مني بناء ضريح للسيدة رقية أو السيدة سكينة أو الشيخ فلان الفلاني في المنطقة الفلانية. فالسلطان يستجيب على الفور. يعني شوفي عبقرية المصريين. وبعد شوية يبتدي الناس يروحوا ويتبركوا ويعني تبقى في عندنا السيدة زينب، وتصبح أهم الأحياء القاهرية اللي فيها حياة وحيوية هي المرتبطة بالصالحين. سواء كانوا مسلمين صحيح. او اقباط. أيوة. يعني سيدنا الحسين ده المركز. ده صحيح. يعني ده القيمه الكبيره. تصوري حضرتك في ناس النهارده في بعض الاتجاهات الموجوده اللي التي يمكن ان تسيطر عايزه تزيل ده كله. شكرا شكرا استاذي الكبير استاذنا جمال غيطاني.